يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير. موضوع الأسبوع. البارح بحال الوقت تكلمنا على الدور الأساسي اللي تتلعبوا مادة الأزوت في الورقة وفي الإنتاج بصفة عامة ديال كل زرعة بحال زرعة الحبوب عشان ندوه هاد السيمانة، وقلنا بأن هاد المادة واخا هي أساسية في التغذية ديال الزرعة، إلا كانت كثيرة بزاف في الأرض ولا تعطات أكثر من القياس الزرعة غادي تكون عندها مسائل قبيحة فيها، منهم مثلا الزرع يمكن له يتهرس بسهوله ويطيح ويرقد، لان الازوت بحال الا تيرقب الساق والرجل ديال الزرع وتيخليه ما قادرش يواجه الريح ولا الشتاء بزاف ولا حتى الثقل ديال السبوله. ثانيا، كثرة ماده الازوت في الزراعه تتكثر الخضوره ديالها وتتولي القشره ديال الورقه رطبه وهشيشه، وهكذا تيولي الورق ساهل يشدوا فيه الامراض ديال الزرع وينتشروا بسهوله اكثر من الا كانت ناقصه الملحه. ثالثا، كثرة الملحة والمادة الأزوت اللي فيها يمكن لها تعطل الطياب ديال الغلة أي ديال الحب، لأن الورق ما حدو هو خضر وهو تيغدي الحب بالمواد السائلة اللي تتغلظو وتكبرو ولكن تتخليه دائما رطب وما ناضج. وأخيرا، إذا كانت مادة الأزوت كثيرة بلا قياس يمكن تغلب على المواد الأخرى بحال الفاسفات والبوتاس وتحبس العروق ما يمسوهمش من الأرض وتولي التغذية ديال الزرعة ما متوازناش ويهبط الإنتاج ديالها. ومن بعد غادي نشوفوا ان شاء الله اشنو هما الاشكال فاش كاينه ماده الازوت في الارض. ملاحظه اليوم. اليوم تكلمنا هذه شويه على المسائل اللي ما مزياناش واللي يمكن توقع الا كانت ماده الازوت كثيره بزاف اكثر من القياس في الارض ولا حنا عطيناها بلا قياس للزراعه ديالنا. وفي هذه المساله دوينا على الرقاد اللي تيرقد الزرع الى قوى عليه الازوت، لان القصبات ديالو تيطوالوا بلا قياس والركابي تيتباعدوا فيهم. وهنا بعض الناس اللي تيعرفوا شحال الفلاحه في اوروبا تيعطيو للزراعه ديالهم ديال الملحه بكثره كبيره غادي يتفاجئوا، لان الزرع في هذه البلدان قليل فاش تيرقد. وهنا لازم ما نشيروا بان الصناعه الكيماويه وضعت بين يدي الفلاحه واحد النوع ديال الادويه تيتشعل على الزرع ما بين التفراش والنفخ ديال السبوله وتينقصوا من الطول اللي ما بين الركابي ديال القصبه وتيحاربوا اذن ضد الطيوح والرقاد ديال الزرع. وهذا الدواء تيخدموه بعض الاخوان حتى عندنا حيت تيكون العام حلو ومشتي ولا حتى على السقا. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.